يعني الشكل اللي هو اوتوماتيكي نستنتج بانه كاين هناك مفهوم ميزانيه كاين شي اشكال، لكن نصطدم مفهوم اخر اللي هو ميزانيه الدوله، ومفهوم ثاني ثالث اللي هو مفهوم قانون الماليه. فوالا بحثنا كذلك عن تعريف لمفهوم الميزانيه، تبين فيما بعد بانه كاين هناك تعريفات وردت في الدستور، يعني الدساتير كلها من دستور 1962 الى غايه دستور 2011. ثم كاين هناك تعاريف اخرى نجدها في القانون التنظيمي او القوانين التنظيميه كلها، وجميع التعريفات تلتقي في مساله مهمه، وانه تعرف سواء الميزانيه العامه او قانون الماليه تعريفا ماديا. يعني بعباره اخرى لاحظنا بانه كاين هناك غياب ديال التعريف الشكلي، يعني لا نعرف هذه الميزانيه العامه كيفاش دايره، واش بيان او وثيقه او لا حساب، ما عندناش فكره. من حيث قلت المضامين والمحتويات كاين هناك تعريفات وردت في القوانين التنظيميه وردت حتى في الدساتير. هذا المفهوم المادي، المفهوم المادي. تتذكرون فاش تحدثنا على انه الميزانيه تتضمن الموارد والتكاليف، كذلك قانون الماليه في التعريف ديال القانون التنظيمي يتحدث على انه يتوقع ويأذن بالموارد والتحملات الى اخره، ولكن قلت الواقع هو انه كاين هناك غياب ديال التعريف الشكلي، بل اكثر من ذلك حتى التعريفات هذه اللي تكلمنا عليهم في الحصه الفارطه اللي كاين في القوانين التنظيميه وكاين كذلك في الدساتير هي تعريفات لا تحدد بشكل دقيق محتويات قانون الماليه او لا محتويات الميزانيه. حديثنا مثلا عن الموارد والتحملات غير كافي، غير كافي. نحن نعرف انه تصنيف ديال القوانين هو بشكل عام في كليته هو يتحدث او لا موضوعه الاساسي هو الموارد والتحملات. نحن نعرف هذه المساله هذه ما فيهاش مشكل، ولكن ما كاينش هناك تحديد دقيق لهذه المضامين. قلت الحديث عن الموارد والتكاليف غير كافي للحديث عن الميزانيه طبيعتها، ما يمكنش تحددنا الطبيعه ديالها. وبالتالي يعني واستمرارا على نفس النهج اللي اعتمدناه في البدايه ديال المحاضره ديالنا، سوف نستنجد هذه العباره بالنصوص الاخرى. ياك انا اتحدث دابا لحد الان نحن نبحث عن تعريف مادي يكون دقيق، وفي نفس الوقت تعريف شكلي. التعريف الذي ورد هو غير دقيق، وبالتالي غنبحثوا على تعريف اخر. هذا التعريف هذا سوف نجده في وثيقه قانونيه اخرى او نص قانوني اخر، وهو النص القانوني الذي صدر. غتكتبوا هذا التعريف عطاكم لانه فيه يعني بشكل متسلسل من بعد دراسه النصوص الاخرى ندرسوا هذا النص. هو هذا النص او هذا القانون هو مرسوم ملكي، صدر كمرسوم ملكي في تاريخ 21 ابريل 1967. 21 ابريل 1967 سوف نفحص هذا النص هذا ونشوف واش كاين هناك تعريف للمفهوم الميزانية او لقانون المالية. مرسوم ملكي متعلق بالتطبيق، العنوان ديالو مرسوم ملكي متعلق بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، متعلق بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي قانون تنظيمي لقوانين المالية. يعني ماشي قانون تنظيمي، نتحدث هنا عن النص أتى من بعد القانون التنظيمي، يعني الغرض منه هو تطبيق المقتضيات ديال القانون التنظيمي باش ما تختلطش الامور. انا اتحدث عن التاريخ ديال 1967. في عمليه بحثنا عن تعريف سوف نجد بانه كاين هناك فصل او لكن هناك ماده هي الماده رقم 2 تتحدث عن الميزانيه، تتحدث عن الميزانيه وتعطينا لحد ما تعريفا يعني قريبا من المحتويات والمضامين ديال الميزانيه. انا كما كنتكلم على التعريف المادي دابا حاليا، يعني المحتويات والمضامين، مازال ما تحدثش على التعريف الشكلي. شنو المقتضى ديال هذا النص او الماده؟ شنو كتقول بعد هذه الماده؟ يعني العبارات التي اتت في الماده، يعني الماده تتحدث عن الميزانيه بهذه الصيغه. الماده 2 تتناول الميزانيه العامه، تتناول الميزانيه العامه نفقات ومداخيل الدوله،
تتناول الميزانية العامة نفقات ومداخل الدولة السنوية غير المرصودة لأمور خصوصية فصلة غير مرصودة لأمور خصوصية فصلة والتي لها شكل ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة. لاحظوا معي أنه هذا التعريف هذا ربما أقرب لبيان مضامين ومحتويات الميزانية العامة. لماذا؟ لأنه لا يتحدث فقط عن الموارد والتحملات، وإنما يتحدث عن الميزانية وعن المقتضيات الواردة في الميزانية، شنو طبيعتها؟ هذه المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية هو أنه التعريف هذا هو تعريف سلبي. ما معنى سلبي؟ عوض أن يعرفنا المحتويات بشكل مباشر فهو يعتبر أن الميزانية العامة هي الموارد والتحملات باستثناء، يعني يستثني، يعني قد اعتمد استثناء كتعريف لمضامين ومحتويات الميزانية العامة. يعني بعبارة أخرى كتستثنى بعض المخصصات وهي المتعلقة بالحسابات الخصوصية الخزينة والميزانية الملحقة، واعتبر الميزانية العامة هي الموارد والتحملات التي توجد خارج هذه المقتضيات، خارج هذه المخصصات. متفقين؟ يعني بعبارة أخرى أنه لما نتحدث عن الميزانية العامة ونستهدف تحديد المحتويات ديال المضامين ديالها لا يسعفون أي نص بين النص الأخرى اللي درسناها. هذا النص هذا هو الذي يعتبر أكثر وضوحا. لماذا؟ لأنه يتحدث عن الميزانية العامة ويستثني بعض الحسابات، وبالتالي فهو يحدد مجاله، هو محصور في الموارد والتحملات باستثناء، مع استثناء بعض الموارد والتحملات الأخرى التي جاءت في صيغة حساب خصوصي الخزينة أو لا ميزانية ملحقة. وبالتالي ممكن نقدر نعتبره من خلال هذا التعريف هذا بأنه المقصود بالميزانية العامة هي الموارد والتحملات ناقص الميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة. وفي نفس الوقت ممكن نعتبر أن الوعاء ديال الميزانية، يعني مفهوم ديال الميزانية أو الميزانية العامة، الوعاء ديالها لا يستوعب إلا الموارد والتحملات فقط. أما حسابات خصوصية الخزينة والميزانية الملحقة فهي توجد خارج الميزانية العامة. متفقين؟ من حيث المحتويات، يعني من حيث المضامين، المادة التي تعتبر يعني أكثر وضوحا في تحديد هذا الأمر هذا هي المادة جوج التي تستثني بعد الحسابات. وبالتالي فطبيعيا غنعتبر بأن الميزانية العامة هي الموارد والتحملات خارج المخصصات. ممكن نقدروا نعتبروا بانه او لا، يعني تلخيص لهذا الكلام هذا اللي كنتكلموا عليه، ممكن نعبروا عليه بشكل اللي هو ملخص وبشكل اللي هو واضح بواحد الرسم بياني، ولكن ماشي بياني، رسم عباره عن دوائر باش نحطوا دائره كل مفهوم. فملي كنتكلموا على الميزانيه العامه نعرفوا بالضبط المضامين ديالها، وفي نفس الوقت ملي كنتكلموا على المفهوم الميزانيه الدوله نعرفوا كذلك المضامين والمحتويات، وملي نتكلموا على قانون الماليه نعرفوا كذلك المضامين والمحتويات. يعني وفقا لهذا النص هذا اللي تكلمت عليه ممكن نقدروا نعبروا على هذا الامر هذا من خلال هذا الرسم هذا. ممكن نعبروا عليه دائره اللي هي صغيره، يعني بعباره اخرى انه اصغر جزء. يعني ملي كتحسوا مثلا تاع الميزانيه العامه وميزانيه الدوله وقانون الماليه، يعني اصغر جزء راه هو الميزانيه العامه. لماذا؟ لانه لا يتضمن سوى الموارد والتحملات خارج المخصصات. متفقين؟ يعني بعباره اخرى نقولوا بان الميزانيه العامه نعبروا على الدائره هذه الميزانيه العامه.
الميزانيه العامه شنو فيها؟ وفقا لهذا النص هذا الموارد والتحملات، ياك موارد والتحملات ناقص، هذا ناقص مهم بزاف، ناقص الميزانية الملحقة غنكتبها بالفرنسية بيجي أنكس، ياك ميزانية الملحقة والحسابات الخصية الخاصية لي كونت سبيسيو خازو. يعني بعبارة أخرى أنه فمجالها محصور فقط غير في الموارد والتحملات، وهذا التحديد هذا هو تحديد مهم، لماذا؟ حتى لا يقع خلط في المفاهيم، كل مفهوم راه عنده مضمون ديالو، وعنده معنى ديالو، يعني التوظيف ديالو يستدعي على أولا أن نفهمو بعدا، بطبيعته، وبالتالي ممكن نقولو بأنه هذا الجزء الأول اللي هو الجزء الصغير هو الميزانية العامة، ويتضمن فقط الجانب المحاسبي، يعني ليست فيه بنود اللي هي قانونية، ما كنلقاوش هناك نصوص تؤسس مثلا قطاعات جديدة أو لا تغير السياسة المالية أو شيء من القبيل، كنلقاو جداول، يعني وصلنا إلى آخره، قلت أنه كيبقى أنه هذا الذي يعتبر هو الجانب المحاسبي، يشكل الجانب المحاسبي كيبقى محصور وكيعتبر أصغر جزء ضمن هذه المفاهيم الثلاثة اللي كنتكلموا عليها. بعبارة أخرى يعني أخذ على الاعتبار هذا النص هذا أو هذا المسج، ممكن نستنتجوا بأنه ما دام الميزانية العامة تضمن فقط غير الموارد والتحملات ناقص الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة، فأوتوماتيكيا المفهوم اللي هو أكبر من شنو هو اللي هو ميزانية الدولة، فهو أوتوماتيكيا فهو يستوعب كل شيء تماما، يستوعب الميزانية العامة الموارد والتحملات ديالها عوض ناقص، عوض أن نستيو هذه الحسابات الخصوصية الخزينة والميزانية الملحقة، هنا العكس غنعتبروها مضافة، يعني بعبارة أخرى أن ميزانية الدولة نعبروا على هذه الدائرة ميزانية الدولة أشنو فيها؟ فيها الموارد ياك زائد التحملات، ياك التحملات زائد ميزانية الملحقة ورا يعني اوتوماتيكيا نستنتج من خلال هذا النص بانه ما دام هذه يتم فيها استثناء، يعني الميزانيه العامه يتم فيها استثناء هذه الحسابات في الميزانيه الدوله تتضمن الموارد والتحولات اضافه لهذه الحسابات هذه، بالتالي ممكن نقدر نعتبر بان ميزانيه الدوله هي مفهوم اشمل من الميزانيه العامه، هي فعلا كذلك تتضمن الجانب المتعلق بالارقام، لانه ملي كنتكلموا على ميزانيه راه دائما نحيل الى الجانب الرقمي والمحاسبي، يعني كنلقاو دائما هنايا جداول الارقام، حيت الان ما كنلقاوش قلت بنود قانونيه تغير من النص القانوني مثلا المدونه العامه للضرائب او لا تؤسس مثلا لتدبير مالي جديد ولا لا، كنلقاو فقط غير ما هو نهاية ممكن نقدروا نقول أنه إضافة لهذا المفهوم، لأنه كاين هناك مفهوم ثالث، كاين مفهوم ثالث اللي هو أعم وأشمل، هو مفهوم قانون المالية، يعني ممكن نعبروا عليه دائرة اللي هي أكبر من الدوائر بجوج، بمعنى آخر أنه مثلا على هذه الدائره الاولى والدائره الثانيه كنعتبروا بانها تختزل كل ما هو محاسبي ورقمي، فالامر يختلف اثناء الحياه عن قانون الماليه السنوي. قانون الماليه السنوي اضافه الى استيعابه لهذا البعد اللي هو محاسبي ورقمي الى اخره، فهو يضيف مستجد القانون القانوني، مثلا اذا فتحنا مثلا قانون المالي للسنه مثلا 2019 دابا حاليا بالنسبة إذا كان القانون المالي 2019
بداية ما لقاوش يعني بداية غنلقاو مثلا الجدل أو لا شيء ما تلقاش شنو غنلقاو؟ غنلقاو أولا بنون بنون الأرقام وإنما كنلقاو فيها موصوف إما بتدبير مثلا ماليش ولا تقاريب مثلا على الشركات بغيت تغيير النسبة ديالها هاد النسبة باش تتم تغييرها غنلقاو الجدول غنلقاو البداية ديال الحاجة القيد السنوي يعني هاد الوصوف التي تزيد أو التي تزيد بطبيعة التدابير ديالها كنلقاو كذلك مثلا على بعض الجلالين مثلا يتم تحصيل موارد غير منصوص عليها قانونيا وهذيك القوة العبارة دائما يتم التذكير بها في قانون المالية قوانين المالية كلها إذا تم تحصيل موارد غير منصوص عليها قانونا أو لا تم تحصيل طارق الشخص غير مرخص للقيام بهذه عملية التحصيل فهذه الأمور هذا القانون جريمة غدر يعني هذه الأمور مثلا الحديث على أن كل تجاوز قانوني يعتبر جريمة ما نلقاوش منصوص عليه في داخل الميزانية العامة وما نلقاوش ميزانية الدولة لأن هذو بجوج كلهم عندهم بعد رقمي وحسابي فين كنلقاو هذه النصوص أو هذه التدابير كنلقاوها في قانون المالية يعني بعبارة أخرى نحن نتحدث عن مفهوم يتضمن لتدابير جديدة متفقين يعني البعد القانوني إضافة البعد المحاسبي نجد فيه قانون المالية وسوف تلاحظون أنكم يعني في دراستكم وقراءتكم مثلا يعني لما يكتب الحقل ديال المالية العامة غتلقاو انفسكم امام مفاهيم من هذا القبيل فبالنسبه لكم انتم كطلبه يعني غير مسموح لكم انكم تخطئوا في العلاقه بين هذه المفاهيم الحديث عن الميزانيه العامه راه ماشي هو على ميزانيه الدوله ماشي هو على قانون المالية ديال السنه كل واحد والمضمون ديالو ومن هنا تاتي اهميه التحديد المفاهيمي لانه دون التحديد المفاهيمي سوف نصبح امام مقدمات لي خاطئه سوف تؤثر حتى على النتائج او لا وعلى الخلاصات وبالتالي هذا التحديد المفاهيمي هو ضروري حديثنا عن الميزانيه العامه راه ماشي هو على ميزانيه الدوله ماشي هو على قانون ماليه السنه هذا على المستوى المادي يعني نقدر نقولوا كخلاصه بانه التعريف المادي ممكن كما قلت يعني يعتمدوا هذه الماده جوج كوسيله او لا كمدخل لتحديد طبيعه كل مفهوم من المفاهيم اللي حددناها الان كيبقى انه كاين هناك اشكال كذلك مطروح وهذا الاشكال هذا مطروح على الشق الثاني من التعريف التعريف هذا كيبقى هذا الاشكال على مستوى التعريف يعني قلت في البدايه ديال المحاضره انه لا نعرف يعني طبيعه هذه الميزانيه واش هي نص قانوني واش بيان او العمل او فملي كنوجدوا نرجعوا عاوتاني كذلك للتشريع اشنو كنلقاو بانه على مستوى القانون التنظيمي القوانين التنظيميه يعني التنظيميه كلها ما تلقاوش هناك تعريف شكلي للميزانيه العامه حتى على مستوى الدستور ما تلقاوش هناك تعريف شكلي للميزانيه العامه وامام هذا الغياب ديال التعريف عندنا حق
عدم كفاية النصوص المؤطرة للمالية العامة على مستوى الدولة القوانين التنمية مقتضيات قوانين المالية ما كنلقاوش عليه أمام غياب التعريف في هذه النصوص كلها المؤطرة للمالية العامة على مستوى الدولة المؤطرة للمالية الجماعات الترابية متفقين ثم في عمل قبعي تخالفها إلا النصوص هذا مثلا المالي العمومي هي ذات الطابع المركزي قلت القوانين التنظيمية والدستور غير هو عنده طابع محلي ترابي وبالتالي هو ويدبر في القوانين التنظيمية غرض ما قلت انه نبحثوا عن تعريف شكلي تعريف شكلي قلت غالب على مستوى النصوص ديال الدولة دستور القوانين التنظيمية نلجؤوا للقوانين التنظيمية ديال الجامعات الترابية فوالا اشنو كنلقاو في القوانين التنظيمية ديال الجامعات الترابية حتى لا اطيل بشكل كبير وانا غنعطيكم اشارات وهمتكم انكم تمشيو وتوسعوا اكثر تشوفوا النص الى اخره على كل حال قلت يعني التعريف ديال الميزانيه يعني التعريف الشكلي اشنو كنلقاو كنلقاو اول مساله اول ملاحظه طيب هو انه على مستوى القوانين التنظيميه الجماعات الترابيه واقصد بها القوانين التنظيميه الجماعات الترابيه لا فيها الجهات لا العمالات والاقاليم والجماعات ما كنلقاوش يؤدي بنا الى استنتاج عادي انه على مستوى الدوله كاين هناك ثلاث مفاهيم الميزانيه العامه ثم ميزانيه الدوله ثم قانون الماليه على مستوى الترابي شنو كاين مفهوم واحد اللي هو المركزي هو الميزانيه وبالتالي غنوجدوا بانه التعريف ديال المشرع سوف ينحصر فقط في التعريف ديال الميزانيه وبالتالي ما يمكنش نتكلموا على قانون الماليه ترابي واش ممكن نتكلموا عليه قانون مالي ترابي كاين قانون مالي واحد كيدار على مستوى المركزي وكنلقاو ميزانيات على المستوى المحلي سواء الجماعات سواء العامات والاقاليم سواء الجهات فوالا قلت غادي نشوفوا يعني واش كاين هناك تعريف حنا عندنا غرض هو نقلبوا على تعريف الميزانيه مفهوم الميزانيه اشنو غنلقاو غنلقاو كاين هناك نصوص من قبيل الماده 165 الماده 165 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات اللي عنده الذاكره صحيحه ياك يعني يقدر ما يقيدش اللي ما عندوش خدمه بلي نوت راه ممكن ما نحتاج تقول لي كبره ما عرفتش تقوى الخدمه كدير هنا متفقين دونك اشتغلوا عفاكم وخذوا لي نوت واللي ما قادش يكتب دير شي نوت كلها يدير اشارات وهذا يمشي يعاود على كل حال قلت كاين قانون التنظيم المتعلق بالجهات رقم 111 14 صادر 7 يوليوز 2015 هذه المادة 165 والله تماما المادة 165 شنو كتقول غناخذوا غير النموذج ديال القانون التنظيمي المتعلق بالعمل في الاقاليم او بالجماعات يعني نفس العبارات حنا غنعتمد غير القانون التنظيمي ديال الجهات اشنو كتقول الماده 65 كتقول بهذه العباره الميزانيه هي الوثيقه الميزانيه هي الوثيقه التي يقدر ويؤذن بموجبها
والتي الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية، بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الجهة، بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية فاصلة مجموع موارد وتكاليف الجهة. أديروا هو الفقرة المتعلقة بالتعريف، فوالا سبيل البحث عن تعريف الميزانية النصوص المنظمة الجماعات الترابية المحلية، الجماعة المحلية ولكن الوصف اللي كنقولوا عليهم كلهم يعني سواء العمالات الأقاليم أو الجماعات أو الجهات، الوصف اللي كيستوعب كل هذه الهيئات هو الوصف ديال الجماعات الترابية. قلت على مستوى المادة، عافاك الباب الله يكبر، الباب الله يكبر. قلت على مستوى التعريف الشكلي استطعنا يعني رصده على مستوى النصوص اللي عندها طابع محلي، اقصد بذلك القوانين التنظيميه. نفس التعريف قلت غادي نلقاوه في الماده 144، كتبوا غير الماده 144 في القانون رقم 112-14، في القانون رقم 112-14 المتعلق بالعامات الاقاليم، حتى هو صادر في نفس التاريخ 7 يوليو 2015. بالنسبة للجماعات كاين المادة 152، مادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113-14. النص الأول المتعلق بالجهات ولا تكلمنا عليه، ثم كاين النص الثاني كما قلنا المتعلق بالعامات والأقاليم، ثم كاين النص الثاني المتعلق بالجماعات. ولا يعني نفس المقتضى نفس القوانين الأخرى. ممكن يعني من خلال التعريف انا نعتبر ان التعريف اللي اعتمدناه هو الذي كان مؤسسا على الماده 2 ياك من مرسوم ملك صادر في 21 ابريل 1970. اضافه لهذا النص يحدث او لا يشير الى الطابع الشكلي، يلامس الجانب الشكلي يعني التعريف مفهوم. بالتالي فالميزانية تبادر المشاريع هي وثيقة، وثيقة تتضمن بعض العناصر فيها أكيد موارد التحولات وعنصر الترخيص بالدرجة الأولى. أثناء حديثنا كذلك عن هذه المفاهيم التي اعتبرناها بأن المفاهيم تعتبر يعني مفاهيم مفتاح بهذا المعنى لفهم هذه المادة في قانون الميزانية اللي هي ثلاث، لابد من الحديث عن طبيعة أو على المكونات قانون الميزانية، ولكن أتحدث عن المكونات ديالها والمواصفات، المواصفات ديال الميزانية. حديثنا عن الميزانية وحديثنا على ميزانية الدولة وحديثنا على قانون الميزانية تتوفر على بعض الاشتراطات، أو لا بعبارة أخرى بعض المواصفات. لماذا؟ لأنه ملي كنوجدوا مثلا كنقلبوا على التعريف ديال الميزانية أو التعريف ديال القانون المالي كنلقاو دائما هناك حديث على أنه قانون المالية يتوقع، قانون المالية يتوقع ويأذن بمعنى يرخص يعني كاين هناك مجموعة من العناصر لتعريف مفهوم ديال الميزانية وكذلك يعني مفهوم ميزانية الدولة ومفهوم قانون المالي اللي كاين الأساس لأنه الغرض من الحديث عن الميزانية هو الحديث عن بعض المفاهيم التي تعتبر
أن نحدد طبيعتها حتى نميزها على المفهوم اللي هو محوري اللي هو المفهوم ديال القانون المالي ديال السنة. حديثنا دابا حاليا سوف يرتكز على المفهوم الجوهري أو المفهوم المركزي اللي هو مفهوم قانون المالية السنة، وسوف نحاول من خلال التعريف ديال القانون المالي حتى لا أطيل عليه بشكل كبير، سوف أذهب مباشرة للنص الذي يعرف أو الذي يتحدث عن القانون المالية ويحدد طبائع هذا القانون وكذلك المواصفات ديالو. وأقصد بذلك المادة ثلاثة، المادة الثالثة من القانون التنظيمي 130-13، المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بالقوانين المالية 130-13. التعريف اللي كيعطي هذه المادة أو ضمون هذه المادة ثلاثة تقريبا نفس المضامين ونفس العناصر كنوجدوها حتى في التعريف اللي كانت سابقة في القوانين التنظيمية. مثلا القانون التنظيمي ديال 1998 والقوانين التنظيمية اللي كانت في السابق كلها تتحدث عن القانون المالي السنة على أساس أنه يتوقع ويأذن ويقيم، يعني تلقاو دائما نفس العناصر في التعريف. نعطيكم التعريف ما تكتبوش ديروا غير اشاره ورجعوا عافاكم النص، لانكم انتم ملزمون انكم تصاحبوا معكم دائما قانون التنظيم المالي كلكم، ياك اي واحد فيكم خصكم معاه هذه الوثيقه ديال القانون التنظيمي المتعلق بالقوانين الماليه باش ترجعوا لها مره اخرى. على كل حال قلت ديروا اشاره الماده 3 قانون التنظيمي 130-13. الماده 3 شنو كتقول؟ يتوقع قانون الماليه للسنه لكل سنة مالية، يتوقع قانون المالية للسنة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه. نحاول نشرح كل عنصر أن أول فكرة يتناولها المشرع في هذه المادة 3 هو تحديد العناصر المؤسسة أو المكونة ديال القانون المالي، ماشي المحتوى أو ماشي المضمون، بل طبيعته الطبائع ديالو والمواصفات ديالو أنه فعلا هو قانون. أول 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 فكرة يعني في بداية النص هو أنه هذا القانون عنده طابع توقعي، فوالا يعني بداية من بداية النص المادة 3 يتحدث المشرع عن الطابع التوقعي لهذا القانون، يعني أول صفة. مزيان باش نكملوا هذه النقطة هذه، قلت أول صفة هي صفة ديال التوقع. ثم كاين الصفة الثانية اللي جات مباشرة بعد التوقع. قلنا كاين التوقع، كاين التوقع هذا ما فيهش نقاش، يعني يعتبر طبيعة يعني بسيطة بقانون المالية، فهو دائما هو قانون توقعي بعبارة أخرى أنه يوضع بالنسبة لسنة مستقبلية. بالنسبة لسنة يعني من حيث البعد الزمني هذا القانون هذا لا يؤثر العملية المالية بشكل يعني مفتوح زمنيا، لا، إنما فوالا وإنما يؤثر عملية مالية كيتم إدراجها وتحديد مداها الزمني سنة، وهذه السنة هذه ماشي السنة الجارية وإنما السنة فوالا السنة المستقبلية، وهنا كيبان طابع توقعي. طابع توقعي شنو هو؟ لماذا كنديروا توقعات؟ علاش؟ غير على المستوى الشخصي مثلا، انتم مثلا كطلبه يعني التوقع الغرض منه هو اقرار خطه تكون فعلا عندها نجاح اخذا بالاعتبار العديد من المعطيات المتعلقه يعني بالوضع الاقتصادي والمالي للدوله الى اخره، ياك متفقين؟ يعني التوقع الغرض منه هو تفادي الارتجال، ياك؟ هذه ارتجال بهذا المعنى.
وبالتالي كما قلت بقى بين المواصفات ديالو كما قلت من بين الطبائع ديالو انه عمل توقعي بحال مثلا القوانين الاخرى الاصناف الاخرى من القانون اللي كترسل واش عندها طابع توقعي؟ شكون اللي هو مفتوح زمنيا يعني الصفه الاساسيه لهذا القانون انه محدد زمنيا محدد زمنيا هذه الاولى وان قواعده لا تسري يعني قواعده لا تسري بالنسبه للسنه الجاريه وانما بالنسبه للسنه المستقبليه هذا على مستوى التوقع يعني التوقع يعتبر اكيد كاين هناك اطار زمني هو اشمل هو اللي جا في النهايه ديال الماده 3 في النهايه ديال الماده 3 تكتب شنو كيقول كيقول المشرع استدادا إلى برمجة ميزانيتية في المادة 5 أدنى ياك يعني على مستوى التوقع شنو بالنسبة للسنة كيتم بالنسبة للسنة يعني ماشي شيء ولكن هذا التوقع اللي قلنا بأنه إدار بالنسبة للسنة اللي هي مقبلة راه مؤثر عاوتاني بواحد المدى زمني آخر هو اللي تكلمت عليه المادة 5 وهو المتعلق بالبرمجه المتعلقه بالسنوات يعني بعباره اخرى ان التوقعات ديال العمليات الماليه اللي غتقوم بها الدوله راه ماشي محصوره فقط غير في القانون المالي ديال السنه القانون المالي ديال السنه شنو هو الطبيعي ديالو ان توقعاته محصوره في سنه 12 اما التوقع ماشي محصوره غير في القانون المالي بل كذلك كاين واحد السنف اخر اللي هو البرامج تاع السنوات هذه البند ثلاثة وقال بأنه ممكن يرجع عليها في المادة 5 وهذه البرمجة المتعددة السنوات توضع لمدة زمنية سنة هي مدة ديال ثلاثة سنوات يعني ملي كنتكلموا على التوقع لمدة السنة فهو محصور ولكن التوقع كما قلت ما يمكنش نختلفوا فقط غير في قانون مالية السنة بل كاين هناك ما يسمى بالبرامج المتعددة السنوات التي هي فيها التوقع غير التوقع يتجاوز السنة يغطي ثلاث سنوات متفقين من بين العناصر الأساسية أثناء تعريف قانون مالية السنة هو هذه السنة طبع التوقع كما قلت يجب أن نتحدث عليه وفق الصيغة هذه يعني غدا ولا بعد وجه شهر غيقول لي مثلا اللي كنتكلموا على التوقع كيفاش تبع التوقع قانون مالية السنة متفقين القانون السنة 1998 في الظاهر أو القانون التنظيمي القديم ما كانش هناك برمجة متعددة السنوات أنا ذاك ممكن كان ممكن نتكلموا على توقع محصور في السنة يعني هذا ماشي غير كلام ماشي غير حديث ماشي حديث تفكير ولا سجلوا لي نوت كنقول لكم الطبوع راه ممكن ما نعطيش نقول ممكن قلت انه في 1998 وفي التاريخ اللي قبل منها اشنو كان ما كانش هناك برمجه متعدده السنوات بالتالي انا متوقع 12 واش ممكن استساغه المساله ان النظره ديال الدوله تكون محصوره في نشر مش ممكن ممكن تكون فرديه ماشي مشكل لانك تدبر الميزانيه ديالها غير في سنه واحده اكيد في القانون التنظيمي ديال 2015 ما بقاش محصوره بل كاين هناك مدى زمني ديال سنه وكاين برامج متعدده السنوات كثر لمدة ثلاث سنوات فيها توقع يتجاوز السنة كانت هذاك التوقع عنصر في التعريف ديال قانون مالية السنة في القوانين القديمة واش ممكن أن نعتبروا بأنه كانت محصورة فقط غير في السنة واش كانت محصورة لا
لا يمكن ان نعتبره يعني محصورا في السنه، لماذا؟ لانه الدوله ما يمكنش تبير العمليه ديالها يكون محصور في مدى زمني كنسميه 12 شهر انفوسي. وهنا دا رؤيه عند الدوله ضروري نذكركم بانه في القانون القديم سجلوها ولا ما تسجلوهاش، في القانون القديم قبل 2015 شنو كان؟ كان التخطيط، كانت هناك ما يسمى بسياسه المخططات، كانت المخطط الخماسي الثلاثي ياك، هذوك هما اللي كانوا يشكلون يعني المدى الزمني لعمليه الاداره الماليه في اتجاه السنه. وبالتالي كان يعني التوقع كما قلنا جامي مش كان محصور في بل كان دائما أرض مدى زمني اللي هو اكثر اتساعا. في السابق كان ما يسمى بالمخططات، الان نحن امام ما يسمى كيفاش التوقعات؟ أنا عباد الله كان طرح واضح من بعد هذه المقدمات كل اللي تكلمت عليها، كان كاين هناك توقع محصور في السنة في القانون ديال 2015، ولكن كاين كذلك هناك برامج متعددة في السنة اللي تتساوي السنة. هذا هو المطلوب، ماشي مطلوب التوقع، التوقع راه هو اللي كندويو عليه، حنا كندويو على التوقعات في المدى الزمني ديالها، كاين عام كاين ثلاث سنين. الثانية